السلام عليكم متابعينا الكرام ومرحبا بكم في موجز أخبار اليوم. والآن مع أبرز العناوين: جديد تصريحات سيادة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بعد اجتماع الحكومة، وأيضا جديد سوق السيارات من وزير الصناعة، وكذلك وزارة الصحة توضح بخصوص التطور الوبائي لبق الفراش. ولكن متابعينا، وقبل البدء في التفاصيل، لا تنسوا أن تعطروا أفواهكم بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تبخلوا عليه فإنه شفيعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون. ولنتابع التفاصيل مع أول خبر. وثانيا مع خبر آخر مغاير بخصوص آخر تصريحات وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني السيد علي عون، سوق السيارات سيعرف تخفيفا في الضغط ابتداء من 2024، والحكومة قد خصصت 2,600,000,000 دولار لاستيراد السيارات في سنة 2023، استهلكنا منها حوالي 40%، وعلى مدفيات من هنا ولغاية آخر السنة ستكون لديها حوالي 70,000 سيارة استوردت 35,000 وتبقي حوالي 40,000، وعلى متجاك ستستورد حوالي 10,000 سيارة من هنا إلى غاية آخر السنة. وكما أضاف كذلك ذات الوزير، تعمل الوزارة على إرساء صناعة وطنية حقيقية للسيارات، ومصالح الوزارة تستقبل ملفات كثيرة لطلبات الاعتمادات لممارسة هذا النشاط، والتي يتم دراستها من طرف اللجنة التقنية، وتم منح عدد من الاعتمادات لتخفيف الضغط عن سوق السيارات. ومشروع تصنيع المركبات فيات وحران يعرف تقدما، وأول سيارة مصنعة ستكون في شهر ديسمبر سنة 2023. وكذلك مع خبر آخر مختلف، وهو نشر سيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتهنئة على حسابه الخاص، حيث جاءت كما يلي: أتوجه بخالص التهاني وبالغ التقدير للسيدات والسادة المعلمين والأساتذة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم
الموافق ل 5 أكتوبر عرفانا بدورهم في بناء الأجيال وتطوير كفاءتهم لضمان مستقبل جزائر الغد. وكذا مع آخر تصريحات وزارة الصحة تفعيل نظام اليقظة الصحية من خلال تطبيق حزمة من الإجراءات الوقائية ضد انتشار أي تطور وبائي أو ضرر ناجم عن الحشرات منها حشرة بق الفرج المنتشرة بأوروبا، والإجراءات على مستوى نقاط الدخول إلى الجزائر هي المراقبة الصحية للطائرات والسفن ووسائل النقل البري وتطهيرها في حالة وجود تهديد لاحظه موظفو مراكز المراقبة الصحية الحدودية، وتعزيز المراقبة الوبائية والصيانة والمراقبة المنتظمة لنظافة المطارات والموانئ والمواقع البرية ومراقبة تطهير الأمتعة والبضائع المشبوهة والتي يحتمل أن تحتوي على حشرات ضارة، وتزويد المسافرين بالمعلومات الصحية، وكذلك الإبقاء على التعاون والتنسيق الوثيق والمستمر مع جميع القطاعات العاملة في نقاط الدخول الجوية والبحرية والبرية. وأسعار النفط تشهد ارتفاعا في التعاملات المبكرة يوم الخميس لتعوض جزءا من الخسائر الكبيرة التي تكبدتها في الجلسة السابقة بعد أن أبقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في أوبك على تخفيضات إنتاج النفط بما يعني استمرار نقص الإمدادات وسط مخاوف من تراجع وشيك في نمو الاقتصاد العالمي. وكما صعدت العقود الآجلة لخام برينت إلى 11 سنتا إلى 85.92 دولار، فيما زاد خام غرب تكساس الوسط الأمريكي 7 سنتات إلى 84.29 دولار. وأيضا مع خبر آخر مختلف، وهو آخر تصريحات سيادة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، حيث تواصل أشغال الجمعية العامة الاستثنائية لشركة الإسكان الدولي والإقليمي في إفريقيا الحصول على سكن يعتبر حق دستوري، وهذا ما يجسد على أرض الواقع. وأنجز قطاع السكن برنامجا واسع السياق يخص الحصول على الملكية والإيجار، والجزائر حققت الاكتفاء الذاتي في مواد البناء، وأربعة ملايين مواطن تمكن من الحصول على سكن لائق. وأدعو الأشقاء الأفارقة للاستفادة من خبرات الجزائر، وتعمل الجزائر لفتح خطوط جوية مع مختلف العواصم الإفريقية. وبهذا متابعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، ابقوا في المتابعة ليصلكم جديد الأخبار اليومية في الجزائر، ودمتم في رعاية الله وحفظه، إلى موجز أخبار آخر إن شاء الله.